أحد أبطال هذه المهمة، ومعه كواليس كبيرة جدا، معالي المحامي الجليل الدكتور كمال شعيب، محامي الأستاذ ممدوح عباس، ومحامي الأستاذ هاني العتال في هذه القضية. دكتور كمال شعيب أهلا بك معنا. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ عبد الناصر، ازي حضرتك؟ يا رب تكون بخير. تحياتي وشكرا انك انت خصيتنا بهذا الحوار في اول رد فعل ليك باسم موكليك بعد هذا القرار التاريخي بايقاف مرتضى منصور 4 سنوات بعد شكوى الاستاذ هاني العتال نائب الرئيس والاستاذ ممدوح عباس النائب الرئيس الاسبق لنادي الزمالك. استاذ عبد الناصر، يعني لو تسمح لي بقليل من الوقت. اتفضل. بصراحة أنا عايز أوجه رسالة شكر لشخص ضحى كثيرا وتعب كتير جدا وضحى بشغله وعرض حياته للخطر وما زال من أجل هذه القضية. هذا الشخص هو الإعلام المحترم عبد الناصر زيدان. ده مش شكر فيك يا عبد الناصر، ولكن يشهد الله إنك من أجل قضية عادلة عرضت حياتك وحياة أسرتك للخطر، وما زلت حتى الآن حتى منذ قليل تهدد علنا باقتحام منزلك وبالاعتداء عليك وعلى أسرتك. ومع ذلك ولأن القضية قضية عادلة ربنا نصرك. أستاذ عبد الناصر، أنا عايز أوجه لك شكر خاص. ما تحملته والله لن يتحمله بشر، سواء التهديدات او سواء الكم الغير عادي من القضايا والبلاغات اللي لولا ستر ربنا، مش شطارة اي حد، لولا ستر ربنا هو اللي سترك لغاية دلوقتي، لا يتحمله بشر. فوالله بكل صدق انت راجل ليك فضل كبير جدا جدا في هذه المعركة الحقيقية. استاذ عبد الناصر، عايز اقول النهاردة يوم تاريخي زي ما حضرتك بتقول كده، وده قرار مش عايز اقول انه تأخر كثيرا، ولكن ده قرار يعني انتظروا الملايين سواء من الشعب المصري او جمهور او الشعب العربي كله. هذا القرار اعاد الامور لنصابها، هذا القرار اعاد حقوق مش عايز اقول العشرات ولا الالاف ولا الملايين اللي للاسف أهينت وسبت ولعنت. لذلك هذا القرار يعني رجع يذكرنا أننا في مجال الرياضة، أن الرياضة أخلاق والأخلاق يجب هي لتسود، وأن أي تعدي أو أي سب أو أي قصف زي ما بيان اللجنة الأولمبية كده قال لازم يتم بتره من هذا المجال. لازم الرياضة ترجع أخلاق، مش ساحات محاكم، مش خناقات شوارع، مش سب وشتمة. الواحد بقى يخشى من أي برنامج رياضي إن البنات يكونوا قاعدين مثلا بيتفرجوا ويسمعوا سين أو صاد أو عين يدخل يشتم أو يسب أو يلعن. لذلك هذا القرار يؤكد أن الأخلاق يجب أن تسود. أستاذ عبد الناصر، أيوة سامعك يا دكتور. سامع حضرتك يا دكتور. انا معاك يا حبيبي. اللي انا عايز اقوله ان هو ايه معنى القرار اللي صدر النهارده يا استاذ عبد الناصر؟ اولا منذ تاريخ صدور هذا القرار، منذ توقيته ومنذ الساعه اللي صدر فيه، اصبح لا يجوز ان يطلق على السيد مرتضى منصور انه رئيس مجلس اداره نادي الزمالك. هذا عصر قد ولى، ولمده 4 سنوات قادمه لا يجوز أن يمثل أو أن يقيم حتى مؤتمرا صحفيا متعلق بنشاط رياضي، بل لا يجوز للانتخاب أو الترشح. هذا قرار صادر من اللجنة الأولمبية بمنع مزاولته أي نشاط رياضي إطلاقا، وبالتالي منذ هذا التاريخ أصبح لا يمثل نادي الزمالك. تمام. لا يمثل نادي الزمالك، وذلك عنه هذه الصفة، بل زي ما قلت لحضرتك لا يجوز للترشح او الانتخاب او حضور اي اجتماع، وكانت اللجنة في غنى انها تعدد ده كله، الا انه اصبح لا يجوز لي
تمثيل او حضور او حضور اي فعاليه او اي شيء له علاقه بالرياضه. تمام. القرار قرار سليم، هذا القرار صادر بناء على المدونه السلوكيه اللي تم اعتمادها من اللجنه الاولى، ولكن اديني فرصه لاربع خمس اسئله لو سمحت بعد ما تخلص. زي ما قلت لحضرتك، هذا القرار صادر مع المستشار احمد حافظ بعد ما انتهى من التحقيقات تماما من مجلس اداره اللجنه الاولمبيه. تمام، صدر باجماع مجلس اداره اللجنه الاولمبيه بما جاء فيه من القرارات. نعم. طيب اروح للاسئله بعد اذنك يا دكتور. اتفضل مع حضرتك. اولا، جاء في البيان الخاص باللجنه الاولمبيه عدم اعتماد تمثيله لنادي الزمالك للالعاب الرياضيه امام الغير والقضاء فيما يخص النادي نهائيا. اتفضل يا دكتور. كلام سليم زي ما قلت كده يا استاذ عبد الناصر، منذ تاريخ صدور هذا البيان انفك وانقطعت الصله تماما عن السيد مرتضى منصور وعن تمثيله او رئاسته لنادي الزمالك. أصبح لا يمثل النادي بأي صلة كانت، لا أمام القضاء ولا أمام الغير ولا في أي مخاطبات ولا في أي مناسبات. أصبح ما فيش صلة إطلاقا بموجب هذا القرار، وعلى الجميع احترام هذا القرار. تمام. طيب، عدم تقليد رئيس نادي الزمالك، عدم تقلد رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية بالنادي الزمالك، وهنا في حتة مهمة، عدم الاعتداد بتوقيعه، وقال على النائب الرئيس نادي الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد الرئيس. يعني كده كان نوضح للناس لابد لمجلس الإدارة أن يدعو لانتخاب رئيس جديد؟ زي ما حضرتك بتقول كده، وزي موارد الجمعية العمومية بتعقد مرة واحدة في السنة. وبالتالي ده قرار صادر بتوجيه مباشر لنائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ولأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك بضرورة عقد جمعية عمومية عادية لانتخاب رئيس جديد. والسؤال اللي بيثور هنا يا أستاذ عبد الناصر، ايه هو السبيل وايه هو العمل لو المجلس او بعض اعضائي لم يمتثل لقرار اللجنه الاولمبيه؟ هو ده اللي كنت عايز اقول لك، يعني مجلس الاداره دلوقتي اجتمع وقال احنا مش موافقين ومتمسكين بمرتضى. عايز اقول ان هذا القرار صادر عن اللجنه الاولمبيه، صادر عن المدونه السلوكيه، وهذه المدونه يوجد به نصوص صريحه واضحة إن عدم تنفيذ القرارات الصادرة عنها وعن اللجنة الأولمبية يمثل إخلال جسيم بمعايير وضوابط والالتزامات اللي وضعها اللجنة الأولمبية، ومن ثم المجلس بيضع نفسه في مأزق إنه يلجأ مرة أخرى للجنة الأولمبية لاتخاذ قرار بشأن المجلس أو بشأن المعارضين لقرار اللجنة الأولمبية. طيب، في حالة الوزارة بقى، احنا كده فهمنا ان المجلس عليه لابد وحتما، وفي حالة انه تضامن مع مرتضى سيتعرض لما تعرض له مرتضى. طيب، في حالة ان وزارة الشباب والرياضة والوزير، وده اللي مخوف الناس، ما نفذوش القرارات، الوضع ايه؟ اللي انا عايز اقوله، اللجنة قرارها قرار اللجنة الأولمبية في إشارة واضحة ان كل شخص او كل مسؤول او كل جهة عليها القيام بمهامها اللي مش هي اختارتها او مش هي بتقوم بيها او ما تقومش بيها، اللي القانون ألزمها القيام بيها. حضرتك عارف ان الجهة القانون البيان نص على جهتين، الجهة المركزية والمديرية. والجهة المركزية هي وزارة الشباب والرياضة. تمام. ومديرية الشباب والرياضة. وبالتالي في توجيه مباشر في القرار للفت نظر وتوجيه مباشر للوزارة وللمديرية اللي لازم تتخذ شؤونها، لأن هذا القرار ليه شقين، شق مالي وشق إداري، والشقين ما زالوا تحت رقابة السيد الوزير ومديرية الشباب والرياضة. فده الإجراء اللي المفروض يعمل يا أستاذ عبد الناصر،
ويجب في حالة امتناع مجلس الإدارة عن اتخاذ القرار وتنفيذ القرار أن يتدخل الوزير بالإجراء المناسب لهذا الإجراء. طيب سؤالي الأخير يا دكتور حتى لا أثقل على حضرتك، كده عرفنا إن مجلس الإدارة يا جماعة كنتوا واضحين، مجلس الإدارة لا يستطيع إنه يتضامن، ولو تضامن سيعرض للعقوبات، الوزير لا يستطيع. السؤال الأخير والمهم بصفتك متخصص، إذا ذهب إلى المحكمة الإدارية ما الحكم إذن؟ يا سيدي الفاضل، المحكمة الإدارية أو القضاء الإداري غير مختص بنظر مثل تلك الأمور، قرارات اللجنة الأولمبية ليست قرارات إدارية يجوز الطعن عليها أمام مجلس الدولة. إنما المدونة جعلت سبيل وطريق للتظلم من القرار. هو ذات مصدر القرار. يجوز للسيد مرتضى منصور التظلم من هذا القرار أمام اللجنة الأولمبية ذاتها أو أمام لجنة التحقيق، ولكن لا يجوز الطعن عليه أمام مجلس الدولة أو أمام أي جهة أخرى. دكتور كمال شاكر افضل حضرتك، واسمح لي في الاخير اشكرك على شعورك النبيل، يعني انت خلتني ابكي على الهوا بصراحه، واقول لك يعني هاني العتال لما اتشتم واتبهدل ما كناش بندافع عن هاني العتال ولا مجد العتال، كنا بندافع عن قضيه حق، ولما الاستاذ ممدوح عباس اتشتم وهو في هذا السن وقد يعني سخر ما تبقى من عمره لعمل الخير واعتزل الرياضة، كنا بندافع عن الحق وليس عن ممدوح عباس. عبد الله جورج عندما أهين كنا بندافع عن الحق وليس عن عبد الله جورج. كل الناس يعني لو حضرتك بتقوله تمام، ولو تسمح لي بس بحاجه بسيطه، انا قصدت ان لا اشكر السيد ممدوح عباس او الاستاذ هاني العتال او الدكتور عبد الله جورج، على الرغم ان ممدوح عباس وهاني العتال كان يعني بذلوا مجهود كبير جدا صح، وتعرضوا لاهانات ولمضايقات والحرمان مباشره حقوق، ولكن اللي انا عايز اقوله ان دي قضيه حق، مش قضيه شخص بعينه او سين او صاد، لا هي قضيه زي ما قلت لحضرتك بينتظر نتيجتها وبينتظر هذا الحق الملايين من الناس. اشكرك يا دكتور كمال، وانا عايز اقول للناس ان هذا الرجل اكرمنا الله به، الدكتور كمال شعيب، هو ومكتبه مكتب مشوره، وهو وكل محاميه أخلصوا وأوفوا ووعدوا ووفوا بما وعدوا وكانوا على قدر كبير من المسؤولية، سهرناهم وتعبناهم حتى وإن كان شغلهم، ولكن الإنسانية والمروءة تعلو عندهم فوق أي عمل وفوق أي اعتبار. بشكرك يا دكتور كمال، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. ده كان انفرادي مع الدكتور كمال شعيب في أول ظهور لي.